أخبار اليوم. برحب بالأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. الأخبار اليوم. أهلا وسهلا، مساء الخير. كنا حابين نعرف، كان في لقاء تم اليوم بين حضرتك وبين خادم الحرمين الشريفين، كنا حابين نعرف الهدف منه إيه أو أسفر عنه. والله هو كان لقاء بين جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز مع مجموعة من رجال الأعمال من المملكة العربية السعودية ومن مصر. والحقيقة كان لقاء كان أقل ما يجي فيه إن احنا نروح نشكر جلالته على ما يقدمه دائما لمصر بصفة خاصة وللعرب والشعب الإسلامي بصفة عامة. والحمد لله هو تفضل علينا بالكلام عن مصر وتاريخها وعلاقة الإسلام بمصر منذ نشأتها، ووصى رجال أعمال أن يتواجدوا دائما مع زملائهم من رجال أعمال في مصر من أجل إعمار الأرض في مصر. حضرتك تحدثنا عن مجلس الأعمال المصري السعودي، وحضرتك قال لكم دور بارز فيه كاتحاد الغرف التجارية، كنا عايزين نعرف كان إيه أسفر عن المجلس الاجتماعات اللي تمت بينه وبين الأشقاء السعوديين. والله عايز أقول لحضرتك حاجة، الاجتماع ده يعني الزيارة دي الحقيقة من أنجح الزيارات اللي تمت يمكن من عشرات سنين في مصر، لنعد لها أعداد جيد. الحكومة أعدت أعداد جيد باللجنة العليا للتنسيق، والقطاع الخاص أعد برضو لها أعداد جيد. يمكن احنا كنا في المملكة قبل الزيارة بأسبوع، تم الحوار وكل هذا بالشركات التي تم توقيعها أمام جلالة الملك وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مساء. واللي أنا عايز أقوله خلال الملتقيين الذي تموا يوم الأربعاء الماضي ويوم السبت صباحا، إن أنا رأيت كثير من أصحاب الأعمال في البلدين بيتكلموا في مشروعات توافقوا على القيام بإعداد دراسات جدولية. أتمنى من الله عز وجل أن يكلل جهودهم بالنجاح، وزي ما احنا عايزين نعترف تماما أن التحدي الأكبر لمصر في الفترة القادمة هو خلق فرص عمل لشباب هذا الوطن، وخلق هذه الفرص لن يتأتى إلا عن طريق الاستثمار. فلابد أن احنا نهيئ المناخ الأعمال في مصر بحيث أن يكون مناخ جاذب لاستثمار الدول والأفراد والمؤسسات المالية الذين لديهم فوائد في مدخراتهم في العالم أجمع. احنا عانينا او تجربه كانت لينا ما زالت مثيله امامنا وقائمه امام عيوننا، تجربه مؤتمر الاقتصادي اللي تم في شرم الشيخ مارس الماضي في 2015. كنا حابين نعرف هل الاتفاقات اسفرت برضو، ان في اتفاقات كتيره جدا جدا مذكرات تفاهم بس المحصله كانت شبه ضعيفه، هل هنجد في اتفاقيات خدم الحرمين المره دي ان شاء الله فيها جديه اكثر من القطاع الخاص، ولا حضرتك شايف ايه؟ لا، المرة دي في شيء مختلف، ان جزء كبير من الاتفاقيات متفق على انشاء شركات وتم تحديد المبلغ من صندوق الاستثمار السعودي 300 مليار اظن 60 حضرتك واخد بالك. فاعتقد ان لو حضرتك قلت او وجهة نظرك كده يبقى العيب فينا مش في اي حد، فلازم نستفيد هذه المرة ان احنا نستغل هذه الزيارة نعمل على سرعة اعداد التشريعات التي تلائم الطموحات والاهداف، وعلينا ان نسعى لعمل ثورة اجرائية.
للقضاء على البيروقراطية. حك بالنسبه للجسر البر اللي تم توقيع اتفاقيه عليه ان شاء الله ويبدا التنفيذ فيه ومتوقع له 3 سنين وينتهي ان شاء الله، هيكون عامل يعني تجربته او دوره في التجاره البينيه بينه وبين الدول العربيه، وخاصه انه بين قارتين مش دولتين، كنا عايزين نفتخر بحضرتك ليه. والله النهارده يمكن انا قلت لجلاله الملك خادم الحرمين الشريفين إن قبل ما تيجي كان هناك 90 مليون جسر بينك وبين قلوب المصريين، وعندما جئت فجئت بجسر يحقق طموحات الشعب العربي من المحيط إلى الخليج. فأنت ربطت التجارة البينية وربطت النقل وربطت التنقلات من المحيط للخليج لتحقيق الحلم اللي احنا بقالنا قرن بنسعى اليه. حاجة أخيرة، سؤال أخير فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود. الحديث مسار مؤخرا عن الجزرتين اللي في خلاف صار بيننا عليهم بين وبين أشقاء السعوديين، كنا حابين نعرف تقييم حضرتك. والله عايز أقول لك أنا يعني ما أقدرش أبدي شيء غير مدروس، لكن معلوماتي إن الحجاز أيام العصر الفاطمي كان الميناء الرئيسي له هو ميناء العقبة الحالي، وأيضا قرأت خلال الساعات الماضية عن ان جلالة المغفور له الملك عبد العزيز في سنة 1950 طلب من اسناد هاتين الجزيرتين لجلالة الملك فاروق رحمه الله. والامر يا اخوانا يعني احنا عمالين نتكلم، طب جزيرتين بقالهم 7000 سنة تراب. الفكرة كلها سواء احنا نستغلهم او هم يستغلوها، قد يكون هناك ابعاد استراتيجية وسياسية اخرى لا نعلمها ولا يجب ان تعلن الان. فارجو يعني وش ده اللي ناقصنا يعني، تبوا اعملوا اسعوا لتأهيل انفسكم، اسعوا لتنمية قدراتكم البشرية، والله الموفق.